حضر لنا طبق ان شاء الله. ننتقل حق زميلتي اسار ونشوف منو عندنا اليوم ضيف راح ينورنا ونتكلم عن نوع من انواع الفن. يعطيك العافيه وشي ابراهيم، ولازم تبلش فيها بسرعه لان تدري احنا الخميس لما تكون موجود ما نتغدى وننطلق. ولا يهمكم ولا يهمكم. يعطيك العافيه. ضيفنا في هذه الحلقه هو متقمص للشخصيات الرسوم المتحركه، لكن مو بس يتقمص شخصياتهم بالصوت او التمثيل، ايضا بازياءهم. يعتبر اول كوست بلاير في الوسط الفني وبالشرق الاوسط. راح نتعرف اكثر على موهبه ضيفنا الاستاذ فهد النبهان، متخصص بفن الكوست بلاير. لكن خلونا نروح نشوف فيديو مع بعض ونرجع معكم. لقد اختفت. يوبي يوبي هوبا، من هنا؟ يوبي يا هي يوبي هوبا يوب 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 هي يوبي يوب 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 هي هوبا. كابامارو، تحسنت كثيرا. هيات، بحثت عنك مدة طويلة. أعتقد أنني ما كنت عرفتك لو التقيت بك في المدينة. كنت دائما حد ذكائي وأنا كنت أسعى لتقليدك. ماذا تفعل يا هيات؟ أوبا يوبي. لا تذكر الماضي. لما لا؟ لا أريد أن أتذكر. حياك الله معنا فهد النبهان. بالبداية كلمنا، شنو اللي خلاك تتجه أو شنو هو فن الكوسا بلاي؟ يعطيكم العافية على هالبرنامج الحلو، رأيكم شباب؟ حياك الله. الله يحييكم. بالنسبة حق فن الكوس بلاي، كوس بلاي كوستوم بلاي، تغمص الشخصيات. أوكي. طبعا تغمص الشخصيات مو بس أنيميشن، أنيميشن فيديو جيمز، أفلام من هوليوود بوليوود، شخصيات عامة بس مشهورة. إنزين، هذا هو فن الكوسبلاي. بس التغمص ما يكون بس باللبس والشكل، لا، يكون بشكل عام، إنه لازم أروح أقلده بصوته، أحاول أتغمص شخصيته بأداء بحركاته. هذا هو فن الكوسبلاي. ولا معارض خاصة مثل معرض سان دييغو الأمريكي عالميا اسمه كوميك كون. نعم فهد، يعني الفن كبير وانت مبين انت متعمق في هذا المجال. اذا بنتكلم احنا على الشرق الاوسط، يمكن هذا يكون شيء جديد عليهم. اذا يعني انا يمكن ما تكون عندي هذه المعلومه، بس ما شفناها عند احد بشكل ظاهر عندهم. شو اللي خلاك تدخل في هذا المجال وهذا الجانب؟ بشكل لوكل من وانا صغير احب يعني اتغمص الشخصيات، البسهم، يعني لبس شون مايكل، تغمصت باتمان، باتمان زورو، لازم بدايه. انزين، من هذا بشكل لوكل. بشكل جلوبال في معارض، مو بس بالكويت، بالخليج، بالسعوديه في معارض، عندكم بعد بالبحرين وبالامارات، يعني كبدايه دول مجلس التعاون. وطبعا اساسا هو فن باليابان وفن بامريكا ومعارض عالميه، يعني جوائزها توصل ل 3000 دولار، المركز الاول، المركز الثاني، اي، وخمس مراكز، وجائزه افضل شخصيه غير متوقعه، يعني شيء حلو. على طاري الشخصيات فهد، انت اليوم لابسنا شخصيه، شنو هي الشخصيه اللي لابسها؟ شخصيه الحاكم شهدان، وطبعا معي اله الزمن. ايه، هذه اله الزمن. اله الزمن، استيقظ يا اله الزمن، استيقظ. نعم يا حاكم شهدان، ماذا تريد؟ نحن في لقاء تلفزيوني، اصحى. حسناً. حلو. يمكن هذا النوع من الفنون قد تكون شوي غريبة، ما استصعبتها في البداية؟ يمكن حتى أنت قاعد تهتم في اللبس، في الأزياء وغيرها، الأمور الثانية اللي ممكن أنها لازم تكون مكملات مع تقمص الشخصية. أنا بعطيك من لما تيجي صوب اللبس، اللبس هذا يعني أنا سويت 11 شخصية
وال11 شخصيه 10 منهم انا مسوي شخصيات يعني مو طلبيه من برا هاللبس هذا إيه؟ انت اللي انا اللي مسوي اعطيكم الحين شوي شوي من ال11 شخصيه 10 انا سويت ورغم ال11 ربعي سووها 80% 20% انا كملت عليها يعني اللي هي بيرفكت سيل انا اللي كملت عليها انزين بعض التفاصيل صغيره لان شنو هم ما قدروا كانوا مشغولين ان يسوون حق شخصيات حق نفسهم بعد داخل المعارض والافتر افكت اللي انتم شفتوه يعني اللي سوى افتر افكت معي زملائي الكوست بلاير هذول هم كوست بلاير ابراهيم المعتوق كنشيرو هو المخرج الافتر افكت اللي سواه وانا اعطيته لمحات انه يخرج الزوايا اللي انا ابيها وشاركنا نواف القطان الكوست بلاير هو اللي ماخذ دور هيات وانا كابو مارو يبي كابو مارو مي وين ما ينزين بالموضوع مي مو موجود هن انزين فهد انت بديت كممثل بعدين اتجهت للكاميرا الخفيه شو اللي خلاك تتجه حق فن الكوسبلاي هو مو بس يعني ان الواحد يعني مثل ما يقول الفن فنون انا شايف نفسي انه موجود بهالمجال بشكل عام تعمق يعني مو بس يعني السنه اللي طافت كنت مذيع مسابقات برنامج رمضاني يعني مذيع ممثل عندكم فن الكوسبلاي حاليا انا معد برنامج هو شيء جديد عندنا بالكويت اتوقع هذا يعني فن الكوسبلاي لا صار له شوي كجلوبال من 2012 كانت اول شيء داخل جامعات خاصه ايه بعدين 2013 بلشت هني معارض وكان يصير منافسات عندنا هني بين المعارض يعني معرض ومعرض ومعرض وشنو شفت يعني ردود فعل الناس في تقبل للموضوع شلون ما في شلون ما في عوائل قاعد يوني عوائل اللي من جيلنا يعني مثلا عندهم عيال يوني يقولون لي شوف الشخصيه كابو مارو روح صور وياه هم الكبار قاعد يصورون وياي تدري ليش لان انت قاعد يعني تنقل قاعد ردتم للزمن القديم اي صح انا اعوذ بالله من كلمتانا تخصصت في اني اختار الاولد سكول بالانيميشن ربعي ما شاء الله عددنا كبير بعالم الكوسبلاي ما فيهم قصور يعني 300 كوسبلاير بالخليج 100 بالكويت من شباب وبنات انزين 100 بس بالكويت الخليج دول مجلس التعاون قصي ال 200 عاد قسميهم فكلهم مبدعين انزين بشكل عام بس تقدرين تقولين ان انا شفت نفسي ان لا خلني بالاولد سكول عشان اتميز يعني تغمصت حاكم شهدان زين تغمصت كابو مارو تغمصت لعب غريب في انمي الكابتن ماجد زين تغمصت طوفان من شاف فيكم طوفان كلنا طوفان اللي اميتاب باشان انا تغمصت اميتاب باشان زين يعني تغمصت كين المصارع اخوان دارتيكر وفي جروب المصارعين بعد بس يعني انت ما قاعد تاخذ شخصيات بس رسوم متحركه لا لا قاعد تاخذ شخصيات حتى موجوده في الافلام او في الدبليو دبليو يعني مثلا قلت لكم كين بيجرد ماشين يعني وين ليدي اوسكار سالي هذول البنات قاعد يتغمص موجودين نشوفهم موجودين كل واحده لها يعني شخصيه ويعني كل واحده لها خطها ماشين عليه يعني الواحده تتغمص حتى شخصيه من شخصيات الفاينل فانتسي يونا كل واحده لها مجالها يعني كل واحده اي ما يصير انا بعد البس او اسوي عالميا برا فن الكوسبلاي عالميا برا في ناس شباب يلبسون لبس بنات يعني هذا على بالنا انه واو قدر يبين لنا انه شلون انه يلبس بس لا احنا هني انا البس انا شاب البس لبس شباب البنات يلبسون لبس بنات يعني ولا هو برا عادي في كروس يعني حلو هو فن كبير مثل ما انت ذكرت يمكن احنا ما نعرفه لانه مو مسلطين عليه ضوء بشكل كبير يمكن ما يكونون مبينين واضح قدام الناس وان كان البعض ممكن هو يحب فعلا انه هو يتقمص هذه الشخصيات راح نرجع معك فهد نتعرف اكثر على هذه الموهبه اللي عندك وتصنف تحت شنو من اي نوع من انواع الدراما لكن خلونا نشوف ابراهيم وين وصل مع الطبخه وعبد اللطيف طبعا وصلنا الحين حطينا معكم يعطيكم العافيه اكيد فهد شنو جديدك يعني انت الحين جلست كذا شخصيه شنو الجديد جديدي تصريح لرايكم شباب قناه الراي اي قناه الراي تصريح مجهز انا ثلاث شخصيات بس بقول شخصيتين يعني ان على قولتهم حصري لقناه الراي المصارع ديزل كيفن ناش هذه قاعد احاول ان الحين بخلصها وبعد هذه راح تكون مفاجاه لجمهور الكوزبلاي جونجر طبعا راح اكون مسوي شخصيه جونجر انا جونجر وراح اسوي شيء قوي المحبين الفيكر بدليه لا عدوني طرشوا لي بلوتوث بدليات مو مشكله راح احط فيجر كنتارو هني
فتخيلوا فيجر كنتارو بيدي صغير زين وجونجر انا عاد. فالصوره بروحها والناس راح يكون شيء قوي نار. الحين الكوزبلاي شكلهم هم كذي هذا المحبين الكوزبلاي راح يكون اللي يحبون الكوزبلاي يعني لهم فئاتهم تجمعاتهم يحبون اللي قاعد يحضرون اهلنا واهل الكوزبلاي نفسهم وربعهم ربع وناس من السعوديه قاعد تحضر معارض الكويت هني ونفس الشيء اللي بالكويت قاعد يحضرون معرض بالسعوديه بيننا اللي بالامارات قاعد يحضرون بالبحرين يعني معارض كوزبلاي صار لنا الحين 5-6 سنين موجود بس طبعا ما عليها تسلط اعلامي بس قاعد نحاول كثر ما نقدر باليوتيوب بالانستغرام بس كتلفزيون لا قاعد نحاول كثر ما نقدر اكيد بس انت يعني موجود اليوم معانا عشان احنا نسلط الضوء على هذا الفن اللي موجود فيه له جمهوره في الكويت وفي الخليج وايضا في الشرق الاوسط ما يعني اذا بنتكلم احنا بنختم هذا الحوار الجميل معك فهد غير الخطوة الثانية بما أنك أنت ذكرتها هل ممكن يكون عندك جانب ثاني خصوصا أنت عندك هذه موهبة التمثيل وتقمص الشخصيات يعتمد على تمثيل في النهاية هل في عندك خطوة للتمثيل والدراما أو المسرح بعيدا عن الكوزبلاي أنا أوردي ممثل عندي بقناتي ما يقارب في خطوة قادمة يعني قصدك عمل قادمة. عمل في أعمال أي في أعمال إن شاء الله شركات الدبلاج كلموني عقب دبلاجي حق عدة برامج وثائقية قالوا لي شنو شخصية الانيميشن لاني تغمص وايد انيميشن بالكوسبلاي وشنو الشخصية اللي انت حاب او انمي تبي تدبلجه صراحة هم ثلاث شركات وما اقدر اعلن عنهم الا عقب التوقيع راح اعلن بالانستغرام واليوتيوب ان شاء الله هني راح يكون بصمة كجديدة حلمي تحقق اني احب ادبلج يعطيك ألف عافية فهد وفعلا تمتعنا بوجودك معانا اليوم وديتنا لجيل الطيبين على قولتهم دائما الشخصيات هذه كانت على أيام جيل الطيبين All this gold أي وإن شاء الله نشوفك بالتلفزيون وتحقق حلمك أنه يطلع الكوزبلاي بالتلفزيون إن شاء الله ليش لا مشاهدينا خل نروح مع هالفاصل ونرجع لكم